ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بالتأكيد تابعت معنا منذ الصباح المشهد الانتخابي في جمهورية مصر العربية. يعني رصدك لهذه الانتخابات، انتخابات الرئاسة العام 2024، كأول انتخابات نقدر نقول تعددية تجرى في أجواء سياسية هي الأكثر انفتاحاً، بمشاركة سياسية متنوعة ومختلفة لمرشحين متنوعين. والحقيقة الحضور النهاردة كثيف فعلا ومبشر، يعني مشرف الحقيقة. مشهد المصريين هم بيتواصلوا الحقيقة، بنتابع من مبكرا جدا حتى قبل فتح اللجان. أعداد كبيرة جدا من أجيال مختلفة، شباب وكبار سن وسيدات وشباب وشابات. يعني الحقيقة المشهد مشرف وفعلا يستحق الشعب المصري انه يؤكد وعيه ويؤكد اهتمامه بالتصويت للدوله وللمستقبل بشكل كبير. فالحقيقه تجربه مهمه وشفناها يمكن يعني كانت باينه جدا من المصريين في الخارج، والنهارده في الداخل هذا الزحام وهذا الطوابير الكبيره اللي في كل مكان، وفي الاقاليم وفي القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه، يعني مبشرة ومؤكدة. وحتى شفنا ناس كتير من أعمار مختلفة، مهن مختلفة. كمان الحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات تستحق التحية لأنها أتاحت الحقيقة إمكانات مهمة، وأتاحت للوافدين كمان أعداد كبيرة ممكن تبقى في العاصمة الإدارية، مئات الألوف محتاجين يصوتوا ويطلبوا صوتهم ويستخدموا حق انتخابي ممكن يبقى بعيد عن بلده. فلجان الوافدين برضه في غاية الأهمية لهذا الامر. الامر الاخر، اي حد في شغله يخلص شغله وينزل يصوت لحد الساعه 9. في تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصه، لكبار السن، للمرضى. شفنا الحقيقه يعني شباب من 18 سنه وطالع، وشفنا شيوخ من 100 سنه واكثر كمان، في معمرين يعني واعمار مختلفه. نعم، يعني يعني بالحديث عن الهيئة الوطنية للانتخابات وهي لها دور كبير وملحوظ سواء كان في الانتخابات الرئاسية في الخارج أو الداخل، إلى أي مدى بترى أن وجود كيان مثل الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة واختصاصاتها أيضا المختلفة اللي زودها بها المشرع بتعطي ضمانة ومصداقية وشفافية أكثر للعملية الانتخابية؟ الهيئة الوطنية للانتخابات أولا كانت استحقاق دستوري مهم، وهي الحقيقة دول متقدمة والدول الحديثة كلها كانت مهتمة أن يبقى عندها هيئات مستقلة لها في وتنفيذ الانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الحقيقة وقفت على مسافة واحدة، فرضت شروط وتوقيتات حاسمة، أتاحت الفرصة لكل المرشحين، أتاحت كامل لمتابعه من جهات خارجيه او داخليه اللي طلبت ده وحصلت على تراخيص زي ما هو موجود في العالم. كمان الحقيقه بيضاف الاستمرار للشرف القضائي برغم انتهائه، لكن الحوار الوطني طلب باستمراره، فتبقى موجود مع انه الهيئات كل دول العالم بتدير كل انواع الانتخابات سواء برلمانيه سواء بالظبط. الدور اللي قامت بيه او الحقيقه خلينا اقول انه يعني فتحت مساحات وطنيه على نفس التوقيتات، ده شيء مهم وشيء ممكن تهتد في الانتخابات، بحيث تتيح للمواطن الاطلاع من خلال الاعلام على برامج المرشحين. ده شيء مهم. تختاروا بتوع من تختاروا دون رقابه او دون تدخل في ارادتهم. فالمصريين هنا الحقيقه وفي وقت فيه تحديات كبيره اكتشفوا قد ايه الدوله واجهت تحديات على مدى 10 سنوات، مهم ان هم يصوتوا للوطن والمستقبل. يعني دائما ما تكون التحديات هي محرك للشعب المصري. يعني حضرتك ذكرت ووعي الشعب المصري كمان بالفعل، يعني حضرتك ذكرت دور الحوار الوطني. هل تعتقد ان التجربه الانتخابيه التي نعيشها اليوم هي انعكاس لاصلاح سياسي وانعكاس لما جاء به الحوار الوطني؟ الحوار الوطني اتاح فرصه مهمه جدا لتيارات كثيره ول سياسيين ولمعارضين ما كانش حد بيشوفهم اصبحوا بيظهروا بيقولوا ارائهم اللي قد تختلف وتتفق، اللي احنا بنسميه اداره التنوع، وان يبقى في حوار حقيقي في المجتمع لتحديد
مطالب المجتمع ومطالبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الرقابة، الأسواق، السوق الحر، الاقتصاد، المشروعات، كل ده كان مطروح للنقاش الحقيقة، وفتح باب مهم جدا للنقاش. والحقيقة أنه جزء مهم من ثمار هذا الحوار أنه الإشراف القضائي الكامل، قوانين زي المفوضيات ضد التمييز وغيره، قانون المعلومات، كل ده الحقيقة بيحدث تحديث نحو دولة مدنية حديثة يعني. والتجارب السياسية بتبنى بناء على إمكاناتنا السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وبنعملها مش بتزرع، هي بتبنى خطوة وراء خطوة. النهاردة في تمكين للمرأة، في تمكين لذوي القدرات، في تمكين للأقباط وللشباب بشكل كبير، في انتخابات مجالس محلية قادمة برضو الحوار الوطني يعني كان أوصى بها من ضمن توصياته، كلها مهمة جدا. طيب هناك أيضا من يرى أن وجود مراقبين دوليين لا يعني إصدار أحكام على الدولة أو العملية الانتخابية، إنما هو مجيء عنصر للشفافية أمام العالم بالنسبة للعملية الانتخابية في دولة ما، كيف ترى أنت؟ ده موجود في كل دول العالم، بيدعو ناس للحضور أو في ناس بتطلب وبالتالي بتحصل على التصاريح بناء على قوانين كل دولة. احنا بنسافر بنشوف انتخابات في دول كثيرة بهذا الشكل، فالحقيقة هي مش رقابة وقدر، هي متابعة، وفي سفارات، كل السفارات تقريبا مشاركة تسليمات وتسليمات، في يعني منظمات حصلت على تراخيص، في إعلاميين ما يقرب من 500 أو أكثر إعلامي من دول العالم موجود على تراخيص من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن الهيئة العامة للاستعلامات، اللي هي بتقدم كل التسهيلات للمرسلين الأجانب والصحافة الأجنبية، فدي متابعة معروفة ومطلوبة، واحنا ما عندناش حاجة نخبيها، عندنا كل شيء معلن الحقيقة، وده شيء مهم برضه. طب في متابعتك يعني للدورة الانتخابي للمرأة المصرية كناخبة ومدى مشاركتها السياسية في كل الاستحقاقات الدستورية، الحقيقة كانت هي دائما التي تتصدر المشهد، ولكن هذه المرة نجد أيضا هناك ممارسة للحق الانتخابي بالنسبة للشباب بالنسبة نراها يعني واضحة، فيما ترجع هذا الوعي بالنسبة سواء كان للمرأة أو بالنسبة للشباب هذه المرة؟ برا جزء يعني خلال السنوات اللي فاتت لما هي موجود حق الانتخاب متاح للمرأة، لكن التمكين والكوتة في المجالس النيابية والمجالس الشعبية مع الشباب مع ذوي القدرات الخاصة كان مهم، والأقباط. المرأة كمان لأول مرة جلست على منصة القضاء في مجلس الدولة في النيابات، في تمكين حقيقي في المناصب وغيره، ودام في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي حق المرأة في شغل المناصب والمساواة في الأجر وغيره، كل ده كمان الأمهات لهم دور مهم والأخوات في صياغة وتربية الأبناء وتوجيههم بدرجة كبيرة، وأظن أنه المرأة كان لها دور مهم في 30 يونيو وما بعدها وكل الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي فهذه المشاركة مشاركة فعالة ومشاركة حقيقية ومشاركة مطلوبة يعني.